يواصل المجلس البلدي في مدينة سرت جهود إعادة الخدمات إلى مدينة سرت الليبية، لا سيما في قطاعات الأمن والصحة والتعليم، بالتزامن مع استمرار عودة أبناء المدينة إلى منازلهم التي اضطروا إلى النزوح منها خلال فترة المعارك مع تنظيم داعش. التفاصيل مشاهدينا في التقرير التالي. عام مضى وما تبقى من حطام تلك المعارك تقابلها حياة بدأت تدب وسط الأحياء والشوارع الرئيسية في مدينة سرت، فمحاولات البدء في إعادة الإعمار داخل المدينة الساحلية بدأت الآن من داخل مقر المجلس البلدي للمدينة، حيث صدر قرار من داخل ديوان البلدية بتشكيل لجنة لحصر الأسر المتضررة مساكنها جراء الحرب على داعش قبل نحو عام. هذا القرار تشكيل لجنة لحصر الأسر المتضررة مساكنها نتيجة الحرب على داعش. طبعا هذه الأسر، أنت تعرف أن هناك من 5000 إلى 7000 أسرة تدمرت منازلها نتيجة الضربات الدولية على تنظيم داعش اللي كانوا متمثلين في الجزء البحري. هذه الأسر فقدت منازلها بالكامل. نحن اليوم ارتأينا أن يكون هناك نموذج للحصر، طبعا بإمكانيات محلية وإمكانيات محدودة، ولكن يعني سوف نحصر المساكن المتضررة بدقة وبموضوعية وبثقة كاملة، لكي أيضا نضع مصدر اتخاذ القرار وماذا سيفعل المجلس الرئاسي، هل هناك خطة واضحة المعالم أم أننا سوف نتجه إلى المجتمع الدولي ونطلبه بإعمار مدينة سرت التي تدمرت أثناء الحرب على داعش. هنا تحد لما قام به تنظيم داعش من الأعمال التخريبية، ففي إحدى المحطات التي تقوم بإمداد الخطوط الهاتفية كان داعش قد قام بحفر أحد الخنادق في هذا الشارع، ويجري الآن العمل من قبل المهندسين والمشرفين لشركة الاتصالات لإرجاع الخطوط الهاتفية إلى المنطقة السكنية الثالثة. طبعا هذا الخندق تم الحفر من داعش في أثناء الحرب، وتم الآن صيانة الكيبل وتغيير المسار الجديد، وصيانة الكيبل من غرفتين، غرفة من مسافة 150 متر بين الغرفة والغرفة. يحذوهم الأمل والإصرار على إرجاع الحياة إلى مدينتهم. سكان مدينة سرت يواصلون العمل من أجل أن تكون المدينة كما كانت، ترفض كل أنواع الإرهاب. لأخبر الآن محمد عقوب، سرت.